ويبقى معي من الخرطوم محي الدين جبريل مراسل الغد. يا محي، نحن في خامس أيام المظاهرات وتم إضافة 4 مدن جديدة للتظاهر، هل ما زالت المطالب كما هي لغلاء الأسعار، لتردي الأوضاع على المستوى السياسي والاقتصادي، أم ربما تغيرت المطالب؟ المطالب هي ذات المطالب للتظاهرات التي كانت اندلعت شرارتها في مدينة عبرة، وفي هذه الأثناء مدينة عبرة تشيع السيدة مريم محمد عبد الله التي توفيت قبل قليل متأثرة برصاصة أصابتها في كتفها في تظاهرات يوم الجمعة الماضية، وبالتالي يكون حصيلة الضحايا اليوم هم 3 ضحايا توفوا متأثرين بجراحهم إثر الرصاص الذي تعرضوا له. أحدهم توفي صباحا في مدينة الجبارف، والآخر في كريم منتصف النهار، وقبل قليل مريم في مدينة عبرة. الجيش السوداني زميلي اجتمع في اجتماع مساء اليوم مجلس الدفاع العادي وأصدر بيانا وزعه أو خبرا وزعه على الصحفيين، يقول إن القوات المسلحة تؤكد التفافها حول قيادتها وحرصها على مكتسبات الشعب وسلامة المواطنين. طيب، هؤلاء القتلى أو الضحايا يا محيي، هل تزيد الأمور شرارة؟ هل تزيد اشتعال التظاهرات؟ أم ربما تقف عند حدود معينة؟ قتل التظاهرات عادة يعني موت أي شخص بالطبع يخلف غبنا ويخلف تمسكا أكثر بالقضية التي قتل لأجلها، خاصة إذا ما وجدنا أن معظم الضحايا الذين ذهبت أرواحهم خلال هذه التظاهرات معظمهم من سن دون 20، من بينهم ربما أطفال في 13 و14 من عمرهم. بالطبع رحيل مثل هؤلاء يخلف. مدينة عبرة معروف أنها منذ اليوم الأول لم تهدأ التظاهرات فيها، وحتى اليوم وإن اختلفت بطبيعة الحال وتيرتها، ولكن شهدنا في سبتمبر 2013 كانت هناك بروبة تظاهرات لمدة 48 ساعة. الحكومة تقول إن 81 قتلوا فيها، والمنظمات تقول إن أكثر من 200 راحوا ضحيتها. التظاهرات وقفت بعد ذلك ربما لأن المطالب كانت سياسية من الدرجة الأولى، ولكن الآن كثير من المراقبين يقولون إن هذه التظاهرات لأنها خرجت من الشارع بسبب الفقر، بسبب الارتفاع الأسعار، فهي ربما لن تسكت سريعا. طيب، ضعنا يا محيي في وضع التعامل الحكومي مع هذه المظاهرات، هل التعامل الحكومي مع قمعها أم مع إخمادها لإخماد أسبابها، أي بزوال السبب تزول التظاهرات؟ سمعنا مواقف مختلفة، مسؤولون حكوميون تحدثوا عن أنهم مع هذه التظاهرات، أنهم مع التعبير عن هذه المظالم من أن هنالك مشكلة حقيقية. هذا ما قاله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني في اجتماعه مع الصحفيين، قال إنهم مع التظاهر السلمي ومقرون بوجود أزمة يتوجب على الناس الاحتجاج عليها، ولكنهم ضد التخريب أو ما يصفونه بالتخريب. أيضا نسمع يعني لغة أخرى، هذا يؤكد تباين المواقف داخل المؤسسة الحاكمة في السودان. بعضهم يتحدث عن أنهم سيتصدون بالقوة لهذه التظاهرات. قبل قليل المؤتمر الوطني في الولاية الشمالية التي أحرقت فيها داره قبل 3 أيام في مدينة دنقلة أصدر بيانا تحدث عن أن عضويته التي تبلغ 55,000 في تلك الولاية الشمالية، قال إنهم مستعدون للدفاع عن مدينة دنقلة. هنالك نغمات تظهر بين الفئتين والأخرى ربما تدعو للتصعيد، وأخرى تتحدث عن حق الناس في التعبير السلمي. على أي حال، أعود لك كل مجد جديد. محي الدين جبريل مراسل الغد كان معي من الخرطوم.